السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم باحسن الاحوال. اليوم غنوجدوا مع بعض مادلين بكريمه الحامض، كيجيو لذاذ بزاف ومحبي الاطفال الصغار ما يشبعوش منهم. ودابا غنبداو المقادير على بركه الله. عندنا جوج كؤوس عنبه عامرين دقيق منخول زوج المرات، عندنا كاس سنيده عنبه، عندنا كاس الا ربع زيت ديال العنبه، عندنا كاس الا ربع عسل الحامض، عندنا زوج بيضات، عندنا قشور نصف قشور ليمونه اي حامضه، عندنا معلقه صغيره من نكهه الحامض اللي كيكون فيها الكولورون، عندنا معلقه كبيره لا كريم باتيسيير بودر، عندنا زوج لي شاسي خميرات، عندنا معلقه كبيره زبده نوازيط يعني تنحمروها حتى نحصلوا عليها نوازيط هي اللي غنخدموا بها، وعندنا المول فيه الكيسات ديال لي مادلين. ودابا اول حاجه غناخذوا البيض وسنيده وقبيصه الملح غنطربوهم بالطراب حتى نحصلوا على خليط ثقيل متجانس. بعد ما عقد لينا الخليط وحصلنا على رغوه بيضاء واللون ديالو تبدل ولا ابيض، دابا غنضيفو الزيت تدريجيا ودابا غنضيفو العسل الحامض وغنضيفو قشور ديال الحامض وغنضيفو لاغوم سيترون وغنطربو الكل. ودابا غنضيفو لا كريم باتيسيير بودر، قلنا معلقه كبيره، ودابا غنضيفو الدقيق والخميرات غنقلبلوهم باش ما تكونش لينا الحبيبات حيت هما اللي مكيخليوش الكاك يطلع. غنضيفو الدقيق تدريجيا، عندنا جوج كؤوس عنبه عامرين والدقيق ضروري خاصو يكون مقربل زوج المرات. كأس تاني ودابا ضفنا زوج لي كاس ديال الخميرات، يعني نجربلهم بهاد الطريقة باش نتفاداو هادوك الحبيبات اللي كيكونوا فيها. والطحين كيبقى على حساب الخليط كيف ما كتعرفوا، راه الا كفاكم الدقيق هو هذاك ما كفاكم زيدوا شويه حيت كاين الدقيق اللي كيشرب واللي ما كيشربش. ودابا غنضيفو معلقه ديال الزبده نوازيط ونخلطو، نخليوها هي اخر حاجه. هاد الزبده حمروها عرفتي راه كتعطي مذاق زوين في الكيك بزاف. كيف ما كتشوفوا دابا كيف سالينا لي بياس اللي عندنا، دابا غندخلوهم الفرن يكون سخون من قبل على 180 درجه، يكون خدام من الفوق ومن التحت، وملي غندخلو المادلين غنخدمو من التحت فقط حتى يطيبو ونخرجوهم. مده الطياب ما كتفوتش لينا نص ساعه. شوفوا دابا دخلناهم من الفرن راه كيبانو جايين طالعين غير يتحمروا ونخرجوهم من الفران. كتشوفوا دابا ملي طابوا لينا المادلين كيجيو على هذا الشكل هذا. ودابا غندهنوهم بالكريمه ديال الحامض وغنشوفوا الشكل النهائي ديالهم.
كيف ما كتشوفوا الطياب ديالهم كيجوا محمرين من التحت ومن الفوق، وكيجوا اسفنجيين. يعني بالنسبة للأطفال ديالكم ياخدوهم كغوتي للمدرسة أكيد غيعجبوهم. ودابا غندهنهم بكريمة الحامض ونشوفوا الشكل النهائي ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي مادلين بعد ما طابو. خليت وحدين ما درتش لهم الكريمه من الفوق، وهادو درت لهم الكريمه وزينتهم بعض الحبيبات، وحليت وحده. شوفوا كيفاش الشكل ديالها جا من الوسط. الى عجبكم لا فيديو كيف ما العاده ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتضغطوا على زر ابوني باش يوصلكم كل ما هو جديد ومفيد. ومرحبا باي ملاحظه ديالكم، مرحبا بكم في قناه وشاخ الطبخ مع كوثر، ودمتم في رعايه الله.